رجعنا لكم في موجة رمضان، مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نحكيو على خبر دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. فيها عرفت هو الخبر ماهوش تونسي ولكن الأجواء اللي فيه تونسية تونسية 100%. كي نحكيو على حماه وكنا بوهنا ما نقولوش كنا ربيع، كنا نحكيو على والدة رونالدو اللي ردت على الشائعات خلافها مع جورجينا صديقة ولدها رونالدو، وين شاركت مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي تصويرة ظهرت خلالها برفقة ولدها وصديقته جورجينا. وخلال التصويرة اللي شاركتها ظهرت وهي حتى رأسها على رأس جورجينا، في بينما ظهر رونالدو هو يرفع علامة النصر بصوابعه. وهذه التصويرة هبطت بعد التقارير الصحفية اللي تأكد على وجود خلافات كبيرة بين والد رونالدو وصديقته وأرفقت دولوريس اللي هي أم رونالدو. التصويرة اللي شاركتها بعلامة قلب أحمر، وهو ما اعتبره البعض إشارة واضحة على تحسن العلاقة بينها وبين كنتها جورجينا. خليني نزيد نحكي لكم أكثر. كانت والدة رونالدو قد أظهرت دعمها لولدها من خلال حضورها هي في مباراة نادي النصر السعودي قدام العين وخلال ربع نهائي دوري أبطال آسيا. ويعرف بيان سور اللاعب البرتغالي الشهير تعلقه بعائلته خصوصا بأمه وعلى نحو خاص، دونك اللي حرصت على حضور العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية. كانت بعض التقارير قد ذكرت أنه دولوريس كانت أحد أسباب فشل علاقة رونالدو السابقة مع العارضة الروسية اللي كانوا ديجا علاقتهم معروفة. وأخيرا ومؤخرا شاركت صديقة كريستيانو رونالدو عارضة الأزياء العالمية جورجينا مجموعة من الصور اللي توثق اطلالاتها خلال شهر رمضان مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام شهر رمضان المبارك. إن شاء الله ربي يولف القلوب وإن شاء الله ربي يهدي سعيد بسعيدة. كانت هذه خبرنا لليوم، أخبار العالمية.